بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد بإذن الله. طبعا إحنا عام جديد، هذا العام سيكون بإذن الله عام النصر، سيكون عاما مختلفا عن كل الأعوام السابقة، لأنه اللي بيصير الآن في المنطقة فعلا فعلا يعني يشكل زلزالا بكل ما تعنيه هاي الكلمة، زلزال لأمريكا وزلزال أيضا للكيان. هاي التذكير أو التأكيد على هذا الكلام إنه إحنا في الدقائق الأولى حتى الثواني الأولى من اللي هو العام الجديد اللي بدأ اليوم، الثواني الأولى أكثر من 20 صاروخا انطلقت من قطاع غزة لضرب عدة مدن فلسطينية إسرائيلية محتلة. هذه الحقيقة اللي صارت اليوم، يعني صواريخ، هذا يعني مئات الآلاف في تل أبيب، مئات الآلاف في سدروت، مئات الآلاف في أسدود، في عسقلان، كلها لجأت إلى الملاجئ، يعني احتفلوا بعيد الميلاد في الملاجئ. عمرها ما صارت يعني في تاريخ الشرق الأوسط، يعني الصواريخ بتطلع. طيب انتوا قلتوا لنا انه والله انه حماس انهزمت، وانه حماس ما عندهاش سيطرة على القطاع، وانه حماس خسرت كل قوتها، وانه القوات الإسرائيلية هي المسيطرة على القطاع. طب وين هذا الكلام؟ طب اذا كان حماس انهزمت وحماس يعني جرى تدميرها، طيب كيف بعد 85 86 يوما، حوالي 3 شهور من هاي الحرب، من اقتحام الحدود والوصول الى مستوطنات غلاف غزة وقتل حوالي 1400 جندي، طب كيف بعد كل هاي، بعد 3 شهور حماس عندها صواريخ وبتبعت هاي الصواريخ وبتبعت بتخلي المستوطنين يهربوا الى الملاجئ؟ طيب مجنون يحكي وعاقل يسمع. وين الدعاية الإسرائيلية؟ وين نتنياهو؟ وين جانس؟ وين جالنس؟ وين هذولا كلهم؟ يعني كله حقيقة كانت أكاذيب. الآن في حرب شوارع في قطاع غزة، حرب شوارع بكل معنى الكلمة. لما إسرائيل بتسحب وحدات الاحتياط، 5 ألوية من الاحتياط بتسحبهم وبترجعهم، وليش رجع؟ لسه أولا سحبتهم لأنه الخسائر ضخمة جدا في صفوفهم، وكمان بدها ترجعهم انه يعني حوالي 350 ألف جندي احتياط استدعوهم، بدهم يرجعوهم لأنه البلد انهار اقتصاديا. يعني أجت الضربة لدولة الاحتلال في المكان اللي بيوجعهم. إيش المكان اللي بيوجعهم؟ هو الاقتصاد. هذولا الصهاينة الاقتصاد بيحتل مرتبة أساسية بالنسبة لهم، فضربتهم المقاومة أولا أطالت أمد الحرب، ثانيا ضاعفت الخسائر، ثالثا الاقتصاد في حالة انهيار. أكثر آخر التقارير بتقول أنه خسروا لحتى الآن 20 مليار دولار. طبعا بتقولوا في أمريكا والله بتعوض، لا أمريكا بتعوض، لكن الخسائر مستمرة، النزيف مستمر. هذول الناس كانوا جنود احتياط بيشتغلوا، يعني مهندسين وأطباء وفنيين وخبراء وماليين، الآن رجعوا لأنه بدهم ينقذوا البلد. مش حينقذوها لأنه البلد دخلت حرب استنزاف الآن، حرب استنزاف، والحرب بتتوسع. هاي المسألة الأساسية. نتنياهو الآن في وضع سيء جدا، يعني عمركم شفتم رئيس وزراء بدعو لمؤتمر صحفي وبغيب عنه اللي هو وزير الدفاع جالنس، وبغيب عنه غانس اللي هو الرجل الثاني في حكومة زي ما بيسموها الوحدة الوطنية؟ عمركم شفتوا كمان رئيس هيئة أركان الجيش بيستدعي رئيس الوزراء ما برد عليه؟ هاي هل هذه إسرائيل اللي كانوا يقولوا عنها أنها الأقوى قوة في الشرق الأوسط؟ لا، الحرب بتتوسع الآن. إمتى بتتوسع الحرب وإيش بصير؟ اللي هي حاملة الطائرات جيرالد فورد الأحدث في الأسطول الأمريكي تنسحب من شرق المتوسط، انسحبت لأنه ما عملت إشي، ما حققت إشي، أجت عشان تمنع توسع الحرب. الحرب بتتوسع،
اجت عشان يرهبوا حزب الله. حزب الله بكل باليوم كل يوم عنده هجمات على المستوطنات الاسرائيليه في شمال فلسطين. زي ما قلنا امبارح يعني في اكثر من 250 الف مستوطن اللي هربوا من شمال فلسطين المحتله وراحوا على النقب بحثا عن الامان. فالحرب تتوسع. الامر الاخر المهم جدا اللي هو يعني اللي بيصير جايبين توني بلير. طيب توني بلير هذا النصاب العالمي بده يشيل الزير من البير، يعني ايش بده يعمل؟ يعني لما بتلجأ هاي دولة الاحتلال اللي بتعتبر حالها دولة عظيمة وعندها عباقرة وعندها عقول وبيفهم الغرب وبيفهم الشرق، طيب بيجيبوا توني بلير، المفلس توني بلير، يعني مجرم الحرب توني بلير، بيستعينوا فيه. قال عشان ايش؟ يهجر الفلسطينيين من قطاع غزة ويجد لهم يعني مهاجر او محلات هجرة جديدة في كندا، في امريكا، يعني في استراليا، يعني في اوروبا. يعني تخيل، يعني بيلجأوا لتوني بلير. طب انتم ما انتم يعني ماسكين الغرب، على مسيطرين على الغرب، مسيطرين على امريكا ومسيطرين على كندا، طيب ليش بدكم توني بلير؟ هذا يعني افلاس، هذا يعني وصلوا لمرحلة، وصلوا للحضيض، وصلوا للرعب. هم ليش بدهم يهجروا الفلسطينيين؟ بدهم يهجروا الفلسطينيين لأنهم ما بدهم يهجروا اليهود من دولة الاحتلال، لأنه هم الآن يعني ما بعد الحرب، كلهم بيحكوا عن ما بعد الحرب، بيحكوا عن ما بعد الحرب في قطاع غزة، لا بدنا نحكي عن ما بعد الحرب في دولة الاحتلال. بده يصير هروب، مئات الآلاف، ملايين حيهربوا لأنهم مش حيقدروا يستمروا، مش عارفين، مش شاعرين بالأمان. يعني إذا فقدت إسرائيل الأمان انهارت، مش حيظل ولا واحد فيها. يعني طب هذا الجيش انهزم في قطاع غزة، فعلا انهزم، صحيح يعني قتلوا والله يعني يعني حوالي 22-23 ألف من خيرة شبابنا، من خيرة أطفالنا، من خيرة شعبنا، صحيح حرب إبادة، صحيح، لكن يعني الشعب الفلسطيني موجود على أرضه، الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، الشعب الفلسطيني الله لو ظلوا خمسة في قطاع غزة حيقاوموا هذا العدو، لا لن يستسلموا على الإطلاق. طيب ما هاي ما راح هجرونا عام 1948، طيب ايش اللي صار؟ صارت المقاومة وهجرونا كمان مرة عام 67 وصارت المقاومة، ما توقفت المقاومة على الإطلاق. يعني هاي والشعب الفلسطيني ما تنازل عن حقوقه سنتيمتر واحد، وكل هاي اللي بيحكوه هاي السلطة بالسلطة هذا كلام فارغ، هذولا عملاء للاحتلال، يعني فيش فيه يعني. فالامور يعني اسرائيل يعني ما بعد هذه الحرب لازم نقول انه كيف بدها تكون اسرائيل ما بعد هذه الحرب. اسرائيل حتكون مهزومة، حتكون والله هذا العام حتشوفوا مفاجآت غير عادية، يعني حتتغير كل الموازين في المنطقة. وامريكا تورطت، امريكا تورطت في الحرب، ورطت امريكا هاي ما إلها، والله امريكا لا تتندم على ايام فيتنام وحتتندم على ايام الافغانستان. يعني حتقول اللي بده يصير لامريكا، والحمد لله انها تورطت في اليمن، الحمد لله انها تورطت في الجزيرة العربية، وكمان هاي يعني هذه كارثة عليها اللي هو اغتيال 10 يمنيين وتدمير 3 زوارق. الان دخل اليمن في المعركة، الآن دخل اليمن في الحرب، وهؤلاء من أشجع الرجال ولن يسكتوا مطلقا وسينتقموا لشهدائهم. أنا بعرف يعني من مصادري أنه حصل في دراسة عليا أو اجتماع طارئ عسكري عالي جدا في اليمن وبحثوا اللي هو الرد، وكانت خريطة القواعد الأمريكية في المنطقة موجودة على طاولة هذا الاجتماع. يعني حيكون في قصف، واليمنيين يعني ما بيسكتوا وحيهاجموا اللي هي السفن الحربية الأمريكية وحيغلقوا باب المندب. يعني الآن يعني أسعار التأمين في البحر الأحمر تضاعفت 10 مرات. في اليمنيين هجماتهم من فبراير اللي فات لحتى الآن أكثر من 500% ارتفعت. فإحنا شفنا إيش اللي حصل للبارجة الأمريكية SS كول
في خليج عدن في اكتوبر عام 2000، ضربوها وقتلوا 19 جندي مارينز امريكي، وهذا ظل واعطبوها بالكامل، جروها زي المعزة لامريكا عشان يصلحوها، واخذ التصليح حوالي عامين. يعني فهذا اليمن عنده خبرة، وهذا في شباب إذا قرروا ينتقموا سينتقموا وسيضربوا هاي السفن. فالأمور حقيقة بتتطور بشكل متسارع. هذا العام القادم عام المفاجآت، وتوني بلير والله ما حيعمل ولا شيء، بس العيب على الحكومات العربية اللي بتستأجر توني بلير وبتعمله مستشار إلها وبتدفع له الملايين. أنا قابلته شخصيا، قابلته في أيام معركة جنين عام 2002، يعني في 10 داونينج ستريت اللي هو مقر رئيس الوزراء، وقلت له يا أخي ما عندك كرامة، ما عندك ذرة دم، ما عندك ذرة يعني إنسانية، شوف إيش بصير في مخيم جنين. والله هذا حكيت له إياه في اللي هو 10 داونينج ستريت، كنت يعني ما بيصير، يعني ما عندك حرارة، ما عندك دم يا أخي، هذولا بشر اللي بيستشهدوا في مخيم جنين وبيدافعوا عن حالهم، وعن ليش إسرائيل بتقتحم هذا المخيم؟ طيب كمان يعني وليش تقتل المدنيين؟ ليش تقصفهم؟ يعني هذا مخيم كله يعني كيلومتر مربع فقط. فتعرف ايش قال لي؟ قال لي والله احنا ما بنقدر نعمل اشي، يعني هذا كل صاحب الدولة الوحيدة اللي بتقدر تضغط على اسرائيل هي الولايات المتحدة الامريكية، احنا كبريطانيا لا ما بنقدر. كذاب حقيقة، هو اللي كان يحرض على هاي الحرب، هو اللي عمل الهسبرة هاي الإسرائيل، هاي سيطرة إسرائيل على وسائل الإعلام وبعدين التواصل الاجتماعي، هو مهندس هاي الفكرة الأساسية مع نتنياهو، ورصدوا مليار دولار لتمويل هاي السيطرة على اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، يعني صهيوني أكثر من الصهيونيين حقيقة. فأنا بدهم يلغوا الإسرائيليين كلمة لاجئ، هم فشلوا في الترحيل القسري للفلسطينيين، والفلسطينيين قاعدين على قلوبهم في غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مكان، حاملة الطائرات غير مأسوفة عليها، العراق مولع، القواعد الأمريكية تقصف كل يوم، اليمن أبو يمن دخل الحرب، والله إنه سيغير المعادلات، حزب الله في جنوب لبنان كل يوم في قصف للإسرائيليين، الآن مدمرة أمريكية وصلت دخلت البحر الأحمر، الحرب تتوسع، وبإذن الله سيكون النصر حليف المظلومين والشهداء اللي سقطوا دفاعا عن كرامة أمة بلا كرامة.